صباح باي باي المدير الجهوي لجهة الشرق. نحن اليوم في افتتاح فعاليات المهرجان الطرب الغرناطي في دورة 30 تحت شعار التقاء وتعايش ثقافات، وهذه الدورة تحتفي ب 14 فرقة محلية وكذا فرقة ضيفة الشرف من مدينة الرباط بقيادة الفنان القدير فيرو والفنان القديرة بهاء روندا. كما يعرف هذا المهرجان ندوة فكرية تحت عنوان تجليات الثقافة، تجليات التفاعل الثقافي بين المغرب والأندلس مدينة وجدان نموذجا. بهاء روندا فنانة مختصة في الطرب الغرناطي، مدرسة الرباط للطرب الغرناطي اللي كيشرف عليها الأستاذ والهرم الأستاذ أحمد بيرو. سعيدة بتواجدي في مدينة وجدة، سعيدة بتواجدي في إطار مهرجان الطرب الغرناطي في دورته 30. يعني واحد المهرجان اللي احنا استأنسنا به ولفناه ويعني مرينا من المراحل ديالو تقريبا كلها، وكل فخر انني كنحظى بهذا التكريم، وتكريم اللي كيعطيني تحفيز للمزيد من العمل والمزيد من البحث والمزيد من المجهودات لتمرير هذا التراث للأجيال القادمة بحول الله، والمشاركة في إحيائه وتثبيته في مجتمعنا الحمد لله. فجد سعيدة بهذه المشاركة، وكنشكر جميع القيمين على هذا المهرجان وجميع المنظمين سواء وزارة الثقافة والهيئات المختصة بالمدينة. معكم سفيرة الطرب الغرناطي بمدينة وجدة خولة بن زيان، رئيسة جمعية وجدة الألفية للثقافة والتنمية. يسعدني أن أكون ضمن هذا العرس الغرناطي الوجدي الذي كل سنة نحتفل به ونلتقي فيها رواد الطرب الغرناطي بالمدينة. هو مهرجان عريق، وحاليا هذه الدورة 30 ديال المهرجان، حيث شاركت وقدمت الفرق والجمعيات الغرناطية عروضا جميلة جدا من مختلف النوبات الغرناطية.